السلام عليكم مشاهدين شوف تي في، معكم فاتي ستار، معروفة في اليوتيوب يوتيوبرز فاتي ستار. ما عرفتش اخويا شنو هو السبب، انا عييت نتعالج. المهم هادي دابا عام، والحالة ديالي راه عام هادي من صورتو معايا. الحالة ديالي ماشية وكتدهور، مرضت بزاف، وليت شادة الفراش ما كنوضش نهائيا. ما عرفتش هادشي واش سحر واش اكتئاب حاد، ما عرفتش. المهم الدوايات ديال الاكتئاب كنشربهم وما درتش لاباس، وما لقيتش باش نزيد نعالج راسي. دابا راني شاده الفراش. مشيت كنت عند جوج ديال الاطباء في الاول، هذه مده 6 سنين انا كنشرب الدواء ديال الاعصاب. يعني واخا كنت نشرب الدواء ديال الاعصاب، يعني كنت كنمارس حياتي اليوميه مزيان، كنخرج كنخدم كندير كلشي. المهم تبعت عند جوج ديال الاطباء، وليت عاوتاني تبعت منين جاني الدواء غالي وسميتو المصاريف غالي ديال الطبيب. مع كنت في الطبيب بريفي، مشيت تبعت في لازاري. لازاري ما لقيتش عليه راحتي، وشكروا لي واحد الدواء واحد الطبيب في الناظور. مشيت عندك الطبيب في الناظور، خرج لي واحد الدواء عاوتاني شربته، ما جاش معايا. ودابا الطبيبه كل مره هادشي، قالت لي الطبيبه باش نطيح لك في الدواء ديالك خاصك كل مره ترجعي، كل مره ترجعي، يعني كل 20 يوم شهر، 20 يوم شهر خاصني نمشي نفوت، وخاصهم يبدلوا لي الدواء. يعني كنبقى كل مره كنشري دواء، مازال ما لقيتش راحتي على شي دواء. صافي انا يا في رمضان عفت هاد الدواء هذا، حيدته نهائيا، حيدته 3 ديال السيمانات وانا محيداه. فاش بقى الدم ديالي كيتصفى من داك الدواء ما بقيتش نشربه، وبقات بان لي الدنيا كحله، كنبقى نقول الله ينعل الشيطان. المهم ما خليت بعالج. شي كيقول لي يا بو مزوين، شي كيقول لي عندك سحر، شي اطباء كيقول لي عندك اكتئاب حاد. المهم انا ما خليت، ما درت، ما خليت فين مشيت. وهذا المرض هذا اللي فيا، هادشي اللي فيا كيخصو فلوس بزاف، وانا يا وليت كنبيع حوايجي باش نعالج راسي، درجه صافي ما بقى عندي لا ما نبيع لا باش نشري الدواء لا باش نتبع لا باش ندير لا دواء العرب ولا الطبيب لا حتى شي حاجه. صافي وصلت لي العظم، وليت شاده الفراش، غير كنبكي غير كنتف شعري. الماكله ما بقيت لا ناكل لا نشرب، الناس ما كنعش، غير حاطه راسي فوق الوساده ومبلوكيه وجالسه، والافكار السلبيه، اضطراب في النوم، فقدان الشهية، ضعافيت بزاف، كحاليت، الوجه ديالي ولا كيكحال، شعري كيطيح. المهم وليت في واحد الحالة خايبة بزاف. عندي العائلة بصح ما كيسولوش فيا، مني كنت مزيانة كنت بصحتي وكنت هذا، كانت عندي العائلة وكانوا عندي الصحاب وكانوا عندي صحابات. نهار اللي طحت في الفراش ما بقى يعقل عليا حتى شي واحد. انا يا مجوجة ومطلقة، عندي ولدي، يعني انا اللي محملة المسؤولية ديال الدار، وكارية الضو والماء والمصاريف ديال الولد، وما بقيتش هادشي كامل ما بقيتش كنقدر ندير، وما بقيتش قادة على المسؤولية. غير انا كنتسلف ونتكلف، نتسلف مرة نبعت الماريو، مرة بعت شوفو، كل مرة نبيع حاجة باش كنصرف، وصافي كل مرة كنبيع حاجة باش كنصرف. عايشة غير بلا إله إلا الله محمد رسول الله. محتاجة أخويا ما نكذبش عليك، محتاجة ماديا ومعنويا، محتاجة شي راقي اللي يشوف من الحالة ديالي، ما ربما يكون عندي شي سحر. ما عرفتش واش عندي سحر، ما متأكداش، خفت يكون عندي شي سحر. وانا يا كنت عاطل الأدوية ديال الاكتئاب، بغيت شي راقي، كنتمنى شي واحد يشوفني ويتواصل معايا، يشوف الحالة ديالي كيفاش دايرة. ومحتاجة باش نجري على راسي. شي كيقول لي خصك تمشي للعين الحمراء، شي كيقول لي خصك ديري الرقية، كل واحد وشنو كيقول لي، وانا ما عنديش الامكانيات باش ندير حتى شي حاجة. هاي الطبيبة قالت لي خاصك الا ما جاش معاك الدواء خصك تولي عندي عاوتاني باش نشوفك، ونولي نخرج لك دواء واحد اخر. والدواء اللي كنشريه غالي، من 500 درهم الفوق، الدواء ديال الاكتئاب غالي. يعني الحاله ديالي تدهورات، ما بقيت نلقى لا باش نجري على راسي لا حتى شي حاجه. صحتي ماشيه اللور واللور، والامكانيات باش نجري على راسي ما عنديش. شنو
نتمنى اللي شاف هذا الفيديو يتعاون معايا، ديروني بنتكم، ديروني اختكم شاده الفراش، معلم بيا غير الله سبحانه وتعالى. عندي واحد الوليد فانقي كيتسناني غير انا، يتيمه، ما عندي لا حني لا رحيم، ما خدامه، ما حتى شي حاجه، وكاريه بغيت شي حد اللي يتعاون معايا ويشوف من حالتي. الله يجازيكم بخير.